صباح الخير، صباح النشاط، صباح الحركة، صباح النفس. اليوم أحد برامج حركة، حركة فيها نفس، تمارين يوغا للمتقدمين. فما بننصح الكل يمارسها، فقط اللي بيمارس اليوغا باستمرارية إنه يحاول يعمل معنا بعض الحركات. حأعطيكم شوية خيارات إنه إذا ما بتقدروا تعملوا تعملوا معنا، بس أنا بنصح اللي ما بيلعب يوغا أو ما بيلعب نفس إنه ما يعمل كل التمارين اللي بنأديها لأنها للمتقدمين. معنا اليوم أستاذ أمير ومعنا مس شذا، رح نعمل تمارين يوغا وتمارين نفس. بلش أول شيء في النفس، ناخذ شهيق وزفير من الأنف. هلا بناخذ نفس لفوق، شهيق زفير، نفتح ايدينا شوي شوي. كمان مره شهيق وزفير من الأنف، اخر مره شهيق زفير. حاول نفتح رجلينا شوي، رح نبلش نفكفك، دائما نفكفك المفاصل. شهيق لورا وزفير لتحت، كمان شهيق لورا، نغير الاتجاه، شهيق وزفير، كمان مرة شهيق وزفير. هلا نحاول نفكفك مفصل الكتف، رح نستعمل كتير الكتف والرقبة في تماريننا مع الظهر. طبعا نطلع لقدام كمان مرة. هلا في اليوغا نحاول نرخي العضلات في النفس، نحط ايدينا على الخصر، نعمل زي اطاله تقوس لا الجزء الاسفل من الظهر، نغير الاتجاه، هلا اول تمارين رح نبلش فيها اللي هي تمارين التوازن. رح نبلش نركز على نقطه معينه، رح ناخذ شهيق نرفع الرجل لقدام، زفير نوديها شوي على الجنب، ونعمل وضعيه الراقص لها. كمان مره شوي شوي ناخذ شهيق رجل على الجنب ولقدام، زفير نرجع الرجل على الجنب، ونعمل وضعيه الراقص لفوق عشان نرفع نبض القلب شوي شوي. نغير الرجل، ناخذ شهيق لفوق، زفير نجيب الرجل على الجنب، ونعمل وضع الراقص. ركزوا في نقطة معينة. كمان مرة شهيق على الجنب، نحاول نتوازن قد ما بنقدر، زفير نرجع لورا، ونعمل هون وضعية الراقص مع التركيز على نقطة معينة. هلا من هون رح نعمل تمرين ثاني، ناخذ شهيق اللي هي شكل النجمة، زفير نقرب الرجل لهون، ونرجع لورا طيارة. كلها تمارين توازن لرفع نبض القلب. هلا من هون نجيب الرجل شوي شوي لقدام، نثني الرجل ونمسك الرجل من الكاحل او من الاصبع الكبير حسب وين تقدروا، نرفع الرجل لفوق شوي 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 مع التنفس، ننزل شوي شوي وننزل الرجل، نعمل الرجل الثانية، النجمة هون، نركز على نقطة معينة، نجيب الرجل لهون، نعمل الطيارة شوي شوي، نركز على نقطة معينة. شوي شوي نقرب الرجل لقدام، نرفع الرجل شوي شوي. رح أعطيكم خيار إنه بس تمسكوا لهون، مش ضروري ترفعوا على الآخر. ممتاز. هلأ رح ننزل، حط فرشة تحتنا، رح نعمل تمارين لإطالة الرجلين. حط رجل هون رجل هون، نعمل شهيق نمد إيدينا لقدام عشان نضغط مفصل الحوض، زفير نمد الرجل لتحت عشان نعمل إطالة للعضلات الخلفية، شهيق نطلع لقدام، زفير ننزل شوي شوي هون. هلا من هون نحاول نسحل الرجل شوي شوي عشان نعمل زي ما قلت لكم الفسخ، لأن ما بيقدر طبعا بضل واقف وين هو. ناخذ شهيق نرفع الراس لفوق،
زفير ننزل شوي شوي لتحت. كمان نطلع لفوق شوي شوي. نفس شهيق. هلا من هون بتحطوا ايدكم جوا الرجل، ترفعوا الايد لفوق مع ربط النفس بالحركه. بتقدروا اذا بدكم اكثر ادفانسد او تطور مد الايد لهون وننزل لتحت. نطلع لفوق شوي شوي هون، نمسك الايدين هون، نطلع نسحب حالنا شوي شوي لفوق، ناخذ شهيق. رح نعمل فقط رجل واحدة عشان ندلكم كيف تعملوها، بتعملوها المرة الجاية بالرجل الثانية. هلا تمارين ثانية كمان من تمارين اليوغا اللي هي الوقوف على اليدين. بدنا ناخذ شهيق، نرجع شوي لورا عشان نعمل تقوس. الزفير بدي اياكم تطلعوا على ايديكم، وقوف على الايدين، دفع هون، نطلع لفوق، وقوف. بعدين ننزل شوي شوي نعمل تقوس لورا. كمان مرة شهيق، ننزل شوي شوي زفير. هلا رح نربطها مع الدولاب. رح نعمل اول اشي وقوف على اليدين، ناخذ شهيق نوقف على اليدين، ننزل هون، رح نربطها في الدولاب، ندفش في الرجل الورا، نعمل دولاب هون، ننزل هون، شهيق وقوف على اليدين، ننزل توازن، زفير نطلع وندفع دولاب، وننزل هون. هلا من هون بتاخذوا شهيق وتنزلوا لورا. هي الجمل وضعت الكمان فوز. هلا من هون بدنا نلف لقدام، ورح نعمل وضعية النسر. ناخذ شهيق زفير، هاي كلها حركات متقدمة. حطوا ايديكم وتركزوا على نقطة معينة، تقعدوا على رجليكم. تمرين كالتالي، ندفع لقدام هون، نفس، ندفع رجل رجل، توازن، ونحاول نمد الرجل. من هون نرجع وننزل لهون، ناخذ شهيق. هلا بدنا نفتح الرجلين هون على الاخر، نمد الرجل على الاخر، نحط الايدين هون، وننزل شوي شوي لتحت. هلا حاول نوصل الارض، نمسك اصابع الرجلين اذا بتقدري، وننزل على الاخر. هلا من هون رح نطلع شوي شوي لفوق، نسكر الرجلين، ناخذ شهيق وزفير، ننزل لتحت، نحاول نضغط قد ما بنقدر، ربط النفس بالحركه وزفير كله من الانف. هلا بنقوم شوي شوي، شهيق زفير. رح نعمل وقوف على الرأس عشان يتدفق الدم بشكل مختلف. نحط إذا ما بتقدروا تحط تقدروا تعملوه على الحيط، أو تقدروا من غير حيط إذا أنتم متقدمين. نحط إيدينا متثبت دائما في اليوغا والنفس، إيدين مفتوحين. نحط جبين على الفرشة، بعدين شوي شوي ندفع الرجلين مع بعض، بنوقف وقوف على الرأس. هلا من هون نتني رجلتين، رجل رجل، مع ربط النفس في الحركة. هلا من هون نرفع الرجلتين مع بعض، ونحاول ننزل ممدودين شوي شوي لتحت. نعمل وضعية الطفل كمان مرة، ايدينا. هلا رح نعمل الرجل الثانية، بنرجع بنحط ايدينا كمان مرة، ندفع
يا إما بتدفعوا رجل رجل يا بتدفعوا رجلتين لفوق شوي شوي. هاي تمارين يوغا متقدمة، بنغير رجلين، بدها توازن. وننزل رجل نفس عميق. هلأ من هون رح نعمل إطالة للعضلات الأمامية للرجلين. بدكم تمدوا رجل، تخلوا رجل متنية هون، عضلات الأمامية للرجلين هون. ناخد شهيق وننزل زفير شوي شوي لتحت. طبعا بتقدروا توقفوا لفوق إذا ما بتقدروا تنزلوا، مدوا إيديكم على الآخر أو تحطوا إيديكم هون على الجنب، تحسوا إطالة في العضلات الأمامية للرجل. هلأ لما بدنا نطلع من الوضعية بنحط إيدينا هون وندفع في الكوع شوي شوي لفوق. ضروري نبدل الرجل الثانية هون، شهيق وننزل شوي شوي. ممكن تضلوا هون إذا ما بتقدروا، وممكن تنزلوا على الآخر هون، ودوا إيديكم لورا أو تخلوهم على الجنب. شهيق وزفير، حط إيدنا بالفراغ هون وندفع شوي شوي. هلأ من هون بدنا نحضن الرجلين مع بعض، رح نعمل عملية التكور مع الدفع، رح يرفع كمان نبض القلب. من هون تكور وندفع لفوق، كمان مرة ننزل شوي شوي، تكور وندفع لفوق. هلأ رح نعمل مع الشمعة كاندل ستيك، ننزل هون، ننزل شوي شوي ونرفع لفوق ونحط إيدينا هون. هلأ من هون رح ننزل رجل لتحت ورجل تضل لفوق، حاول ندفع الرجل الثاني لفوق ونرفع الظهر لفوق. شوي شوي نرجع الرجل، ننزل الرجل الثانية، ندفع لفوق قد ما بنقدر. نرجع الرجل لفوق هون، نزل الرجلتين مع بعض شوي شوي، نوصل للأرض، نمسك الإيدتين هون، نحاول ندفع قد ما بنقدر. هلا من هون بدي تحطوا إيديكم على الجنب، تستعملوا عضلات المعدة، تدفشوا زي ما هم وضعية الرجلين. ننزل فقرة فقرة في العمود الفقري شوي شوي، ننزل شوي شوي، نتحكم في التمرين شوي شوي. ممتاز. إيدينا هون على الجنب، نجيب الرجلين شوي على الجنب، يفتح الظهر. ناخذ شهيق ونلف الرجلين على الجهه الثانيه، زفير شوي شوي على الجنب. هلا من هون بدنا نطلع شوي شوي، نستخدم عضلات المعده، نطلع شوي شوي ونطلع هون. حركه فيها نفس شوي شوي، نترك الايدين، تمرين توازن. هلأ من هون نمسك كعب الرجل، كمان تمرين توازن، نرفع الصدر ونفتح الرجلين لفوق، كمان توازن. نفس عميق. هلأ من هون نمسك الرجلين مع بعض، ننزل شوي لتحت، نرجع لفوق شوي شوي، نرفع الإيدين لفوق وننزل الرجلين شوي 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 لتحت شوي شوي. نطلع لفوق هون، ننزل شوي شوي شهيق وننزل لتحت، زفير ايدي هون.
حاول نمسك ايدي لفوق ونضغط الراس لتحت. هلا من هون بدكم ترجعوا تتربعوا. هي الوضعية الأولى في اليوغا، ناخذ شهيق وزفير. ايدينا من هون نجيبهم لجوا، نحط الايد الشمال تحت اليمين، نمسك الايدين ببعض هون. رح نعمل زي فكفكة لمنطقة الكتاف. نغير الاتجاه الجهة الثانية، شهيق وزفير. من هون نفتح الايدين وننزل شوي شوي لتحت عشان نفتح الحوض. نرجع نطلع لفوق شوي شوي، فوق شوي شوي، نرجع ناخذ نفس. نفتح الايدين هون. هلا بدنا نغير الايدين، نتني الايدين هون، اليمين تحت الشمال، ايدينا مع بعض. نحاول نلف الايدين شوي شوي بتناسق. نغير الاتجاه. هلا بنفتح الايدين هون قد ما بنقدر، نحط ايد على الركبه والايد الثانيه على الجنب، شهيق، فكفك الظهر من الجنب، زفير. نغير الاتجاه، زفير، نرجع. بهيك بنكون انهينا حلقتنا لليوم، اللي هي حركه فيها نفس، تمارين يوغا للمتقدمين، مستوحاة من رياضة اليوغا. يعني إذا قدرتوا تعملوا جزء منها بيكون منيح منكم، إذا ما قدرتوا مش مشكلة، مع التمرين ممكن تصيروا تعملوها. أشكر أستاذ أمير، أشكر مس شذا، معكم ريما عامر وبرنامج حركة فيها نفس. نشوفكم المرة الجاية.